مباريات الدوري المصري الممتاز النهاردة. مباراة كانت رايحة للتعادل، فاركو وسموحة تعادل سلبي، والفرص في بالمناسبة في المباراة دي كانت فرص شحيحة، ولكن اللاعب الدولي المصري محمود حمادة، انتوا عارفين محمود حمادة خلاص بقى عنصر أساسي في تشكيلة روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قدر يسجل الهدف الرائع اللي حضراتكم شايفينه ده في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الدقيقة 95. هدف قاتل جدا، قاتل جدا بصراحة. فاركو بيشتغل كويس بقاله فترة طويلة، وبصراحة أكتر فاركو ابتدى يشتغل كويس منذ تواجد الكابتن طارق العشري مديرا فنيا للفريق. راجل له أسلوبه، راجل له خبراته، راجل بيعرف إزاي يكسب، راجل على الأقل بيعرف إزاي ما يخسرش. وبالمناسبة يعني بالمناسبة اللي بيتابع مباراة فاركو الماضية، فالكابتن طارق العشري في هذه المباراة يثبت للي ما كانش واخد باله ان هو راجل مدرب هجومي ايضا، مش بس مدرب دفاعي، اديله العناصر اللي تقدر تساعد وهو يشتغل هجومي. يا كابتن طارق الف مليون مبروك، فوز غالي بالتاكيد النهارده. ربنا يخليك يا كريم، متشكر جدا. النهارده انا عارف الحمد لله اللحظات كانت صعبه جدا، اللحظه الاخيره، بس حلاوتها برضو بتبقى حلاوتها كبيره جدا. مفيش شك، ثلاث نقاط مهمين جدا 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 نقلوك للتنافس على المركز الخامس مع المقاولين والمصري والاتحاد. الولاد صراحه يعني ارتقوا يعني صراحه سريعا تكتيكيا، استجابوا بشكل كبير جدا، ونقله كبيره جدا في الجدول الحمد لله. يعني الكل يعلم كان فاركو فين، والنهارده بقى بيحتل المركز اهو الحمد لله رب العالمين السادس. عندنا مباريات متبقيه ان شاء الله نحسن مركزنا كمان، وده يمكن الطموح اللي انا بحب العب فيه، ونقلته للولاد ونقلته مجلس الاداره، وبشكرهم صراحه عز وجون كابتن عاطف صراحه يعني ساندوني بشكل كبير جدا جدا. الولاد تعبوا معايا، وانا قلت لهم يعني المباريات المتبقيه دي خلاص دخلنا الامان، هي وقت الحصاد لتحسين المركز، وقريبين جدا ان احنا نتنافس على المركز الخامس، ومتواجدين بشكل كبير جدا في المنطقه دي. لكن كل نقطه بتمثل لنا اهميه كبيره جدا. الحمد لله الولاد صراحه بيستجيبوا حتى على الصعيد الهويه والشخصيه، وده يمكن الاماكن او الاتموسفير اللي انا بحب اتعامل فيه دايما. الفرقه بتاعتي دايما تبقى في الاماكن التنافسيه مش فقط الشرفيه اللي تتواجد في اول منطقه الدافئه. فانا بحمد ربنا وشد على ايديهم، مبروك، مباراه مهمه جدا مع سموحه. الحمد لله ربنا كرمنا زي ما انت قلت في الثواني الاخيره، ثلاث نقاط مهمين جدا ربنا وفقنا فيهم، ان شاء الله نبني عليهم بشكل كويس جدا في المستقبل. السيناريو بيتكرر، سيناريو الموسم الماضي يا كابتن طارق عشان ما بنساش، بس مع طلائع الجيش انت استلمت برضو الفريق طلائع الجيش الموسم الماضي في موقف متأزم جدا، وانهيت الدوري في المركز الرابع. الان برضو استلمت فاركو في مركز متأزم جدا في جدول ترتيب الدوري، وتتقدم نحو المراكز المقدمه. المعاناه دي اللي انت عايش فيها يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، دي انت بتتعامل معاها ازاي؟ والله نشوف يا كريم، سامعني كده؟ سامعك يا كابتن طارق. شوف، طبعا في الشك انا دايما بحط لنفسي طموح العب من اجله، او هدف العب من اجله. فلما صراحة انتقلت لفاركو لقيت يعني الهوية بتاعتي، مجلس ادارة محترم، طموح، عنده مستقبل كويس جدا، اتموسفير جيد، لاعبين جيدين محتاجين يتنظموا، محتاجين يتحط لهم اسلوب، محتاجين يتحط لهم هدف يشتغلوا من عليه. ودي العناصر، يتعاملوا كويس من الناحيه السيكولوجيه، حاسسهم بنفسهم بشكل كويس ان هم مش اقل من الفرق الكبيره. وده يمكن انا عملت بوشنج فيه كويس جدا جدا، والولاد استجابوا، وعملنا نقله كبيره زي ما بقول لك في وقت قصير. فان شاء الله اهم حاجه النهايات، يعني الناس دايما بتعرف النهائي هتوصل فين. صحيح. وده اللي انا بحب ان انا عشان ابني عليه السنه الجايه باذن الله تعالى، وده اللي دايس عليه الولاد. أرضى فاركو الحمد لله رب العالمين، الناس يعني بتحترم شخصيته وبتحترم اسلوبه، اسلوب طارق العشري معروف الحمد لله لدى الجميع. صحيح. نجاح السنه اللي فاتت مع طلائع الجيش برضه في نفس يمكن السيناريو ده، وطارق منتزع المركز الرابع بعد مع فيوتشر في صراع للاخر. في سنه يعني اعتقد دي سنه استثنائيه. صحيح. الحمد لله رب العالمين، حدث ولا حرج، مع الحرس، مع ام بي، يعني ثلاث بطولات وبطوله في ليبيا. الحمد لله رب العالمين، انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على الحمد لله. كل اروح مكان الحمد لله يعني بتحس فيه لمسه طارق العشري الحمد لله. بس ما حسيتش كده في سموحه يعني؟ والله خلينا نقول يعني فتره
يعني الحمد لله انا قضيت فيها بكل امان. كان عندي هدف اقدر احققه مع نادي سموحه، لكن ربنا سبحانه وتعالى انت عارف هو اللي بيكتب الاقدار. صحيح. هو كاتب الكلام ده ان انا احققه مع فرقه. فانا يعني انا طبعا بشكرهم في نادي سموحه. وانا عملت اللي عليا الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله اكمل المشوار مع فرقه باذن الله تعالى، والطموح اللي بقول لك والاتموسفير اللي بحب اشتغل فيه. بالتوفيق يا كابتن طارق، والف مليون مبروك. فوز بالتاكيد كان فوز غالي جدا. الكابتن الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو. بالمناسبه انا بقول الكلام ده دايما وبكرره، يعني انا ما رضيتش اقوله وهو معايا بس هقوله دلوقتي كمان، كابتن طارق العشري من اهم المدربين اللي في الدوري المصري على الاقل اخر 10 سنوات. واحد من المدربين اللي دايما لما بيمسك فرقه بيقدر يعمل شكل، بيقدر يعمل بين قوسين انجازات اللي معاه. انا لما بقول انجاز بتكلم على فريق زي حرس الحدود، كان في وقت من الاوقات ينافس الاهلي والزمالك على البطولات سواء دوري او بطولات كاس وسوبر. لما بتتكلم على طلائع الجيش، فريق امكانياته ممكن تبقى اقل من امكانياته، بتكلم على الصرف على اللاعبين من فرق كتير في الدوري، ورغم كده يقدر ينهي الدوري السنه اللي فاتت في المركز الرابع. السنه دي فاركو في معاناه كبيره جدا في بدايه الموسم، وكان من الفرق الثلاثه اللي في اخر ترتيب الجدول الدوري. الان الفريق رويدا نحو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فراجل له بصمة مع كل فريق.